سافر عمه وخاله ضيوف على مجلس حسن ترتج نشان سلايا الشيخ عزة ضيق صماله هذا المجلس اللي كادها له جابت الضيفان هذا المجلس اللي بالوفا دارت دلاله تكود المراجل والمراجل الهبيبان لكن عاش اللي يرث الطيب لعياله شيخ
ظفر عمه وخاله ضيوف على مجلس حسن تلف تجمشان سلا يا الشيخ عزة الضيق صماله هذا المجلس اللي تدهله جابل تضيفان هذا المجلس اللي بالوفا دار تدلاله تكود المراجل والمراجل الهبيبان لكن عاش اللي يرث الضيق لعياله حنا لاد عبادين على المحزب المريان حنا لاد عبادين على العز والطاله كسبنا النعم والنعمة مكسب عزاز الشان شربنا المراجل شرب فنجال وبياله ليس لك في الدنيا والآخرة يستاهل أبو حسن وعلى الطريق أنه يستاهل وأنه الشيخ على العب تلعب وشوخ دبيق أحطار كارب السلام عليكم السلام عليكم عز والعز لرجاله وإذا اليوم وقت الخير ولا من ولا فان ويا ما تبلي ذكر ربي على باله نقال ارحب وثم ارحب ويا عزاز الشان على حفل الشيخ تشهد الناس الأفعاله علي راعي الفزعات ومعرب الجبال هلا مرحبا ترحب تقدر وصفتن هلا مرحبا ترحب تجزل ومثاله هلا مرحبا ترحب تشيخ بالشيخان بكل ادراج اساس الظفر عمه وخاله هلا مرحبا ترحيب بالقدر والسلطان وهلا مرحبا ترحيب بالقدر والسلطان هلا مرحبا ترحيب بالقدر والسلطان وهلا مرحبا ترحيب بالقدر والسلطان وهلا مرحبا ترحيب الشيخ بالشيخ بكل بالجنس الظفر عمه وخاله على مجلس حسن تلف تجمشان سلا يا الشيخ عزة الضيق صماله هذا المجلس اللي تدهله جابل تضيفان هذا المجلس اللي بالوفا دار تدلاله تكود المراجل والمراجل هلا مرحبا ترحيب بالقدر والسلطان وهلا مرحبا ترحيب بالقدر والسلطان هلا مرحبا ترحيب بالقدر والسلطان وهلا مرحبا ترحيب كل بالجنس الظفر عمه وخاله ضيوف على مجلس حسن تلف تجمشان سلا يا الشيخ عزة الضيق صماله هذا المجلس اللي تدهله جابل تضيفان هذا المجلس اللي بالوفا دار تدلاله تكود المراجل والمراجل الهبيبان لكن عاش اللي يرث الضيق لعياله حنا لاد عبادين على المحزب المريان هلا مرحبا ترحيب بالقدر والسلطان وهلا مرحبا ترحيب بالقدر والسلطان وهلا مرحبا ترحيب بالقدر والسلطان هلا مرحبا ترحيب بالقدر والسلطان وهلا مرحبا ترحيب بالقدر والسلطان وهلا مرحبا ترحيب الشيخ بالشيخ بكل بالجنس الظفر عمه وخاله ضيوف على مجلس حسن تلف تجمشان سلا يا الشيخ عزة الضيق صماله هذا المجلس اللي تدهله جابل تضيفان هذا المجلس اللي بالوفا دار تدلاله تكود المراجل والمراجل الهبيبان لكن عاش اللي يرث الضيق لعياله حنا لاد عبادين على المحزب المريان حنا لاد عبادين على العز والطاله كسبنا النعم والنعمة مكسب عزاز الشان شربنا المراجل شرب فنجال وبياله ويا ما اعتلنا كوب الافراس في الميدان ودسنا الوغى ويوم نجري وخياله بطشنا الكف بعلها ينف العدوان وقفنا وقف العز والعز لرجاله واذا اليوم وقت الخير ولا من ولا فان ويا ما طيب اللي ذكر ربي على باله نقال ارحب وثم ارحب ويا عزاز الشان على حفل
الجبال وهذا مقام العز والعز للجاره هلا مرحبا ترحيبة القدر والصفتار وهلا مرحبا ترحيبة الجزر والثاله وهلا مرحبا ترحيبة الشيخ بشيخ أمي كل بالجنس أسف فرع أمه وخاله ضيوف على مجلس حسن ترتج بشان سلا يا الشيخ العز تبقيك صفاله هذا المجلس اللي تدهله جمل تنظيفان هذا المجلس اللي بالوفا دار تدلاله تكود المراجل والمراجل هبيبان لكن حاش اللي يرث الطيب لعياله حنا لاد عبادين على المحزم المريان حنا لاد عبادين على العز والطاله كسبنا النعم والنعمة مكسب عزاز الشان شربنا المراجل شرب فنجال وبياله ويا وسنا الواو يوم نجري وخياله بطشنا مكف بعلها ينب العدوان وقفنا وقف العز والعز لرجاله وذا اليوم وقت الخير هلا مرحبا ترحيبة القدر والصفتار وهلا مرحبا ترحيبة الجزر والثاله هلا مرحبا ترحيبة الشيخ بشيخ أمي كل بالجنس أسف فرع أمه وخاله ضيوف على مجلس حسن ترتج بشان سلا يا الشيخ العز تبقيك صفاله هذا المجلس اللي تدهله جمل تنظيفان هذا المجلس اللي بالوفا دار تدلاله تكود المراجل والمراجل هبيبان لكن حاش اللي يرث الطيب لعياله حنا لاد عبادين تبوك عليه وتوعد ضيفتكم عندنا أول وجه إن حد توعديني في نهار غداكم عندنا وله في الليل يا رميح قبل الفائر وقبل مع الفائر قبل كل شيء والله إلا نفع السماء خلق ما بين السماء وبين الأرض إن نفع ضيفتكم يا رميح غايبكم حاضركم حنا عندنا يا الحسن والله لأني مرة والله لأني ربع السماء وسط الأرض إن نفع ضيفتكم لو ما تاكلونا انتم عدنا الليل ضيعناكم في النهار وان انتم متوعدين بكره ضيعناكم في الليل علشان بكره تشتغلوا ها وينفع يقول لو ما تقابل الرجال تقابل وكل منهم ضيف الثاني وجه الثاني تحب لما يجتمع قطوا جميع وصاروا جميع تحب تسمعتوا ولا ضيفه الرجال اللي بالله اخوانه تناقش والله انها تناقش وانتم قايلين اني صادق عيلت لي ثنتين 20 سنة والله انها ما قد مرضني 20 سنة بليلة رحنا من للطائف اجمدها نبحث ومكان وضحك وسوالف انها عندي ذاك الليل تسوى عندي اضدها هذه ملف ومر بين الفتاه ثم يا معود لنا الطائف اجتمعنا على من عند الربع على من عند ابن علي ما هي غير من عند ابن علي من عند رضوكم ها انا اعلمك يا رجال هو والله انا اعلمك والله لا يهينك والله في المسيبك شيء ها انا هالأرض ما قد مرني من سنين من طويل ضيفتكم عندنا نقول اهلكم انت وعدتوه في الشهر ذا لا بدأ رجليكم بتعجر ما عقب الله الله ما هو خطوط المطلع يا الله الله عزيز مني ومن ضيفتي ومو كل شيء والله رافع السماء باسط الله النفع ضيفتكم اسمع مني قبل وعد الرفاقة تبي توعدونهم يوم ضيفناكم في الليل وان انتم وعدينهم في الليل ضيفناكم في النهار وانتم ما لا بيننا كيف نتفق كيف نروح
كيف نستقبل، كيف ننقط، كيف نحل. ها وعفا ما من أول درد فوق نلحق علينا يا جعبين، نحن اللي نضيف الحق علينا، نحن اللي نضيف السكين تخلي جنبك عيضك لك ما عاد حمرا تديكم من النيل أنت الجيل خطركم ولا والله أنا علينا. لا والله أنا علينا تكريم الله ومين. لا والله وتستاهل بدي على باديين أنا ما بغي جاك ملا وغيك هلا مرحبا ترحيبة القدر والصفطار وهلا مرحبا ترحيبة الجزر والثلا وهلا مرحبا ترحيبة الشيخ بشيخ لكل بالجنس سف فرع أمه وخلا ضيوف على مجلس حسن تلفتج بشان سلا يا الشيخ عزة فيك صمالا هذا المجلس اللي تدهله جمل تنظيفان هذا المجلس اللي بالوفا دار تدلالا تكود المراجل والمراجل الهبيبان لكن حاش اللي يرث الطيب العيالة حنا لاد عبادين على المحزب المريان حنا لاد عبادين على العز والطالة كسبنا النعم والنعمة مكسب عزاز الشان شربنا المراجل شرب فنجال وبيالة ويا معتلنا كوب الأفراس في الميدان ودسنا الوغاوة يوم نجري وخيالة شراب كف بعلها ينف العدوان وقفنا وقف العز والعز رجالة وذا اليوم وقت الخير ولا من ولا مان ويا مطيب اللي ذكر ربي على باله نقال ارحبوا ثم ارحبوا يا عزاز الشان على حفل شيخ تشهد انا مرحبا ترحيبة القدر والسلطان وانا مرحبا هلا مرحبا ترحيبة القدر والصفطار وهلا مرحبا ترحيبة الجزر والثلا وهلا مرحبا ترحيبة الشيخ بشيخ بكل بالجنس سف فرع هلا مرحبا ترحيبة القدر والصفطار وهلا مرحبا ترحيبة الجزر والثلا وهلا مرحبا ترحيبة الشيخ بشيخ بكل بالجنس سف فرع أمه وخالة ضيوف على مجلس حسن تلفتج بشان سلا يا الشيخ عزة فيك صمالة هذا المجلس اللي تدهله جمل تنظيفان هذا المجلس اللي بالوفا دار تدلالة تكود المراجل والمراجل الهبيبان لكن حاش اللي يرث الطيب العيالة حنا لاد عبادين على المحزب المريان حنا لاد عبادين على العز والطالة كسبنا النعم والنعمة مكسب عزاز الشان شربنا المراجل شرب فنجال وبيالة ويا معتلنا كوب الأفراس في الميدان ودسنا الوغاوة يوم نجري وخيالة بطشنا الكف بعلها ينف العدوان وقفنا وقف العز والعز رجالة وذا اليوم وقت الخير ولا من ولا مان ويا مطيب اللي ذكر ربي على باله نقال ارحبوا ثم ارحبوا يا عزاز الشان على حفل شيخ تشهد الناس الافعاله علي راعي الفزعات ومعرب الجدان وهذا بقف العز والعز رجاله هلا مرحبا ترحيبة القدر والصفطار وهلا مرحبا ترحيبة الجزر والثلا هلا مرحبا ترحيبة القدر والصفطار وهلا مرحبا ترحيبة الجزر والثلا وهلا مرحبا ترحيبة الشيخ بشيخ بكل بالجنس سف فرع أمه وخالة ضيوف على مجلس حسن تلفتج بشان سلا يا الشيخ عزة فيك صمالة هذا المجلس اللي تدهله جمل تنظيفان هذا المجلس اللي بالوفا دار تدلالة تكود المراجل والمراجل الهبيبان لكن حاش اللي يرث الطيب العيالة حنا لاد عبادين على المحزب المريان حنا لاد عبادين على العز والطالة كسبنا النعم والنعم
النعمة مكسب عزاز الشاي شربنا المراجل شرب فجال وبياله ويا ما تلنا كوب الأفراس في الميدان ودسنا الوغاوة يوم نجري وخياله بطشنا الكف بعلها ينف العدوان وقفنا وقف العز والعز رجاله وذا اليوم وقت الخير ولا من ولا مان ويا ما تبلي ذكر ربي على باله نقال ارحبوا ثم ارحبوا يا عزاز الشان على حفل شيخ تشهد الناس الافعاله علي راعي الفزعات وبعرب الجبتان وهذا هلا مرحبا ترحيبة القدر والصفطار وهلا مرحبا ترحيبة الجزر والثالة وهلا مرحبا ترحيبة الشيخ بشيخ بكل ابن جزة سف فرع امه وخالة ضيوف على مجلس حسن ترتج بشان سلام هلا مرحبا ترحيبة القدر والصفطار وهلا مرحبا ترحيبة الجزر والثالة وهلا مرحبا ترحيبة السلام عليكم بجر يا رجال والسلام يلا حيهم سلامتكم جاذا شان عندك يا ابو حسن جايله على القوه على التقوى والمطلق ودنا نشاركه في ذي وفي غيرها شرو ما يسمع جيلاك يا المسهي مشاركين ومباركين ومعنا 5000 ان هي واجده تستاهل اكثر وان هي شوي فاعذرنا علىها سلامتك الحفل حفلكم مرحبا ومسهلا وان نفعت بابها وجيهكم لما جاء الرجال مع ابن عمه فنهن لفعت المال غير يجي ويروح مرحبا بكم وجيتوا حر بعرفاقة غير ودنا بالناموس سلامة وش حالك جو الله يشتغل وهذه الفن من عندي تنفذ يا ابو حسن يطول عمرك عندنا الكلمه اقلط 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 تنفله واعذرنا على ودنا الهواجه وعلمك الطيب الاول اسلام عذورين واجد من عندنا خلنا يا سلامتك يا ابو حسن المطلق بدنا نشارك ويشارك كل المطالب شرو اللي يسمع شروك الطيب لا 2000 من عندي ابغى واجد واحنا 100,000 سلف انت استاء انت مظلم تستحق العلوم الغالب وبعض من يجي اللي كان معك كبير ويصبيه ولا نبي فخر وكل مطالب اللي وراه سلامتك ابو حسن نفعتي مع الربع ونالك 5000 اعذرني على فرقتنا مع اخويانا حياك الله اقلط اقلط 5000 ريال تنفل يا ابو حسن اقلط هلا مرحبا ترحيبة القدر والصفطار وهلا مرحبا ترحيبة الجزر والثالة وهلا مرحبا ترحيبة الشيخ بشيخ بكل ابن جزة سف فرع امه وخالة ضيوف على مجلس حسن ترتج بشان سلام يا سلام يا شيخ القبلة يا هلا الوقت في كل ارحبوا يا رجال ارحبوا سلمهم سلام عليكم عليكم السلام مجرين يا رجال الله يعافيك سلامة الله يسلمكم
اجعله مقام يرضي وجه رب العالمين. امين. وين انت يا معرش؟ عندك معناكم 5000 من الشيف تعاونكم في عشر ضيفانكم، ابوها منا واجده والقدر فوقها. يا ابو فهد مرحبا ومسهلا بالجميع، والله يحييكم ومجيكم. والراس المال هو ابن عم الرجال اللي ما جاه، هو راس المال، المال ما وكلنا به، حاجاتنا ولزومنا ومجيكم ووجيكم والحفل حفلكم. مرحبا ومسهلا ومرحبا، الله يحييكم. الله يبقيكم. الله يحييك. والله ما ترد اللي جنابه، والله ما يرد. الله يطول عمرك، اللي وده قد هو عندك من المعرس. الحين موفرين وذا الربع جو. الله يهيكم ويجمل حالكم. في وجه الله. بارك الاول يا ابو حسن. اقلط والله يحييك، مقلطوا اقلطوا لما سلمتوا علي رفيقكم، فقلطوا اقلطوا اقلطوا الله يحييك. هلا مرحبا ترحيبة القدر والصفطار، وهلا مرحبا ترحيبة الجزر والثلا، وهلا مرحبا ترحيبة. يا سلامين عليكم عند مهل المطر من سما، ارحبوا يا رجال ارحبوا. سلمهم. السلام عليكم. عليكم السلام. جريني يا رجال. الله يعافيكم. السلامة. الله يسلمكم. نقولكم ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم بارك لهم وبارك عليهم واجمع بينهم في خير. حنا مشاركين ومباركين ومسرورين، والله يتم ما بنيتوا. معنا لكم 5000، ومنير بن الطشلي معنا يتعذر لظروفه واسمه واصل، واللي ما حضر لظروفه اللي ما سمحت له، وانتو ربع عذاره، والحفل نعتبرنا حفلنا، والمقام مقامنا، والله يوفقكم يسدد اموركم يرزقكم ذرية الصالحة المباركة. جزاكم الله خير ومرحبا ومسهلا. قال من ومن انت؟ الحفل حفلكم والمكان لكم، ومرحبا والله ومسهلا، لا باللي تأخر ولا باللي وصل، ومرحبا وقلتوا مرحبا ومسهلا لكم ما من طرف النبع. يا ابو حسين والله نحنا موفرينها، نافذة اقدامكم، نافذة رجليكم من كثر الاديان، باب مسكر، رؤوسكم ومجيكم هو راس المال، عندي ابن عم الرجال اللي ما جاه فانه راس المال اللي ما وصله، هاو طالت عمرك وما يسمع. وما يسمع، حنا مشاركتنا طال عمرك اقل ما هنا في عشا ضيوفنا كلنا اللي بيجينا هنا من برانا ضيف علينا، ولا المشاركة اللي مهذي بترد طال عمرك. حنا ما جينا ونبيها ترد، ولا هي باللي تنقصكم، حنا يزيدنا نفعتكم وحضور معكم ومشاركتكم والحفل واحد. مرحبا. وانت عارف الكلام يا ابو علي. مرحبا مرحبا مرحبا، الله يحيي. مرحبا يسلم. الله يبقيك يا ابو حسن. هلا مرحبا ترحيبة القدر والصفطار، وهلا مرحبا ترحيبة الجزر والثلا، وهلا مرحبا ترحيبة الشيخ بشيخ لكل ابن جنس سر فرع عمه وخاله، ضيوف على مجلس حسن ترد تجميشان، سلايا الشيخ عزة الضيق صماله، هذا المجلس اللي تدهله جمل تنظيفان، هذا المجلس اللي بالوفا دار تدلاله، تكود المراجل والمراجل الحبيبان، لكن حاشا اللي يرد. يا سلامي عليكم عند ملاح برجل ومحن الرعود، حملي عمكم الطيب بنا من اجل الارض وسماه، يا
ارحوا يا رجال ارحبوا. ابقوا. السلام عليكم. عليكم السلام. واجرني يا رجال. يعافيكم. والسلامة. سلمكم الله. يلا مسهم بالخير. وانت بالخير يا مرحبا. مبروك ما سويتوا. الله يبارك فيكم. اسال الله العلي العظيم ان يدي معنا نعمة الامن والايمان والاستقرار في الاوطان ويغيث البلاد والعباد. امين. دعوتنا المتزوج بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير. جانا دعوة منكم ولا جانا عذر في الوصول، جينا مشاركين ومباركين ونفاعة، ربعكم البرقع معهم 10,000، إن هي كثيرة فأنت تستاهل العطل كثير، وإن هي يسيرة فأنت تجبرون الكثير، والدعوة دعوة فرح، لو أنا أكثر من كذا كان شفت رجال أكثر من رجال ومالنا أكثر من المال، أو زايد أعفاك. مرحبا ومسهلا نيابة عن الجماعة، الله يحييكم وأنتو تاجن فوق الرأس، بن عم الرجال هو بن عم. لا لا عذر منه يقول لا في الكبيرة ولا في الصغيرة، ومرحبا الحفل حفلكم وجماعتكم ومرحبا الله يحييكم. زاد ما مشيتين نجيت الله يبقيك ومرحبا. ما حنا قد تمالنا قدامكم، حنا بنوفركم لكن مجيكم ما حم كاسحينكم ولا حم وفريكم، ومرحبا ومسهلا. صلوا على النبي. اللهم صل على محمد. الحفل محفلنا كلنا، وظيفة اللي بيجون ظيفانا كلنا، وذي مشاركتهم معكم احنا ندري انها قليله لكن انتم تسمنونها. ما هي قليله، ما هي قليله يا ابو حسن. مرحبا ومسهلا الله يحييكم، انتم ضيفه الله يحييكم يا مرحبا. هلا مرحبا ترحيبة القدر والصفطار، وهلا مرحبا ترحيبة الجزر والثلا، وهلا مرحبا ترحيبة الشيخ بشيخ لكل ابن جنس سف فرع عمه وخلا، ضيوف على مجلس حسن تلف تجميشان سلا يا شيخ عزة بك صبالة، هذا المجلس اللي كادها له جمل تنظيفان. يا سلام ارحبوا يا رجال ارحبوا. سلمهم. سلام عليكم. عليكم السلام. مجرين يا رجال. الله يعافيكم. الله يعيننا ويعينكم. جانا منكم دعوة. قالها ترضي مسيرنا ومسيركم يرضي ربك. آمين. حبينا الوصول. معكم مشاركين ومباركين ومعكم منفوع من ذا الرجال اللي تشوفونهم. 3,500. جايدها سلامتكم. الله يحييكم وما جيتوبه الشان شانكم والحفل حفلكم ومرحبا ومسهلا الله يحييكم. للبقى. اقلطوا اقلطوا الله يحييكم. هلا مرحبا ترحيبة القدر والصفطار، وهلا مرحبا ترحيبة الجزر والثلا، وهلا مرحبا ترحيبة الشيخ بشيخ لكل ابن جنس سف فرع عمه وخلا، ضيوف على مجلس حسن تلف يا سلام يا أهل العز يا سيف الصقل يا بني عبد الجمال يا جاشونا والله الحمى حسن راكل الأبراكل الله حمى جمال رجح مجارا يا سلام ارحبوا يا رجال ارحبوا. سلمهم. السلام عليكم. عليكم السلام. طيب يا محمد. الله مسهم بالخير. الله يحييكم. سلامتكم. من قال يسلم. ربعكم الحفنان مقبلين عليكم اللي تشوفون وجيههم بقعود و10,000. ان هي واجد تستاهلونها، وان هي قليل مسمنوها، والشان واحد والمحل واحد. نكمل قعود يخصني انا وعوالي. يا الجبران من 10,000 من ربع ذال اللي تشوفون وجيههم رجالين غايبين
فهد بن محمد بن معوضة وجربوع بن محمد بن معوضة وسلامتكم. من قال يسلم؟ حياكم الله، الحفل حفلكم والضيفان ضيفانكم وانتم ضيفة، مرحبا ومسهلا. رد بن عم الرجال اللي جايب شيء ينجفه، والله ما هو بودنا غير وين غدي. الحفل حفلكم، والله يحييكم، مرحبا ومسهلا. مرحبا يبقى. اقلطم الوقاف، اقلطم. اخر الشاي بين ذولا اعذروه، وراكم رجاجيل جايين. اقلطوا اقلطوا، الله يحييكم، اقلطوا. ما في كلام، ندري ورانا رجال وقدامنا رجال تعبه ونخفف الامور، والله يعينكم ولا يهينكم. الله يحييكم، يا مرحبا يا مرحبا، اقلطوا. يا مرحبا يا مرحبا، الله يحييكم. مرحبا بكم، ارحبوا يا رجال ارحبوا. سلمهم. السلام عليكم. عليكم السلام. مجرين يا رجال. الله يعافيكم. والسلامة. سلمكم الله. هذا نشانك يا ابن جميشان وجعله على القوة. والله يبارك لك ويعينك ومن يسمع. ومن قال؟ جوك ربعك الغراب. معهم محمد بن حسين المشعلي، نفعته حاضرته وهو غايب. وعيسى بن عليا المحاج موجود براشه ونفعته باثنى عشر ألف. إنهي واجتم تستاهلها وإنهي دون اليموم في سمنها. وسلامتكم من يسمع. ومن قال يسلم، الله يحييكم ويحيي ماجي توبة، مرحبا ومسهلا. اقلطوا العشاء ومرحبا، والله يحييكم. الله يبقيكم، من تعذر منكم في العشاء، عندنا شان مثل شانكم، والله يا عشان النهبات اللي يخصنا. صل على النبي، قل لا اله الا الله. حلفت بالله. ها انا بقول لك، ما انت بتعشون خلي انا نفعتكم وتروحون. الله عنده خبر في عشانا. انت والله يغليك من طول العمر. هلا مرحبا ترحيبة القدر والصفطار، وهلا مرحبا ترحيبة الجزر والثلا، وهلا مرحبا ترحيبة الشيخ بشيخ بكل ابن الجنس اسف حسن تلف تجميشان سلايا الشيخ عزة فيك صماله. هذا المجلس اللي تدهله جامل تنظيفان، هذا المجلس اللي بالوفا دار تدلاله. تكود والله كنا ما خلقت الليل.
يا مرحبا. سلامتكم جميع. من قال يا سلام؟ الله يعيننا وياكم على حق الله. امين. والله يجعل مقامنا ومقامكم يرضي وجه الله. امين. زوجت ابو حسن جعلها على القوه. وتجمعنا اللي تشوفوا جينا. لك بدنا في عدنا هنا 7500. انا شوي فعدلنا على هواني واجت تستاهلها. وزايدها عفاك. مرحبا ومسهلا. الله يحييكم العشابات ومرحبا. والله يحييكم ويحيي قبالكم ومرحبا. مرحبا. ما يحتاج. سلمة. تروح نعتذر في المغنى وقت صلاه وعذرنا وقت المغنى. صلاه عبد الله بن محمد الحسن ما يبال حسن يسلم عليك ويعتذر في الوصول. هلا مرحبا ترحيبة القدر والصفطار وهلا مرحبا ترحيبة الجزر والثلاث وهلا مرحبا ترحيبة الشيخ بشيخ لكل بالجنس شاف فرع عمه وخاله ضيوف على مجلس حسن ترد تجميشان سلا يا شيخ عزة ضيق صباله هذا المجلس اللي تدهله جامل تنظيفان هذا المجلس اللي بالوفا دار تدلاله تكاد المراجل والمراجل الحبيبان لكن حاشا اللي يرث الطيب لعياله حنا لاد عبادين على المحزب المريان حنا لاد عبادين على العب مرحبا بكم ارحبوا يا رجال ارحبوا ابقاكم الله السلام عليكم عليكم السلام كيف انتم يا رجال عافيكم طيبين عافيكم كيف انتم عافيكم مساكم الله بالخير يا مرحبا يا العلي سلامتكم وسلامة اللي يسمعون من قال يا سلام جرى منكم داعي وعزيمه والله يجمعنا وياكم في دار كرامته امين بيننا وبينكم زارق الطيب وعلوم غانمة وانتم مطاليق والمطاليق كل يعانالهم جوكم اللي تشوفون وجيهم منال الشريف مباركة ومشاركة مشرفين الحفلكم ومعنا لكم عطا والعطا من الله ولا العطا باللي جابنا ولا باللي هلباكم تدعو انه كثير تستحقونه وانه قليل تزوده حضور ذا الجيه اللي تشوفون وعفاكم من قال تعافى مرحبا ومسهلا الله يحييكم امنا مشيتوا لين جيتوا لكم العطا وبابه جعلبوك في الجنة ومسك شي مسكر بابه من قدامكم ولا فاتحين علينا باب
ومرحبا ومسهلا والله يحييكم ومرحبا عند ربعكم الله والله يحييكم يرحبون بكم الله ومرحبا أم العطاء والنفعة هذا شيء مسكر مبابه قدامكم مسكر مبابه وبعدكم مسكر مبابه وعفاك صلوا على النبي الرد جفها يا أبو علي وحد ما عانينا إلا المطاليق ومطاليق يستحقون ولا تلدون شيء بنطيق ما عليكم زود ما عليكم زود علمت لك وانت جعل ربي حفظكم ما يسمع الله يمسك روى شيء يا أبو حسن فانت غالي وأنا والله وصلتك الليلة لكن كل دعوة تجينا نلبيها أنشغلنا مع الناس والله أن عندي ارتباط ذا الليل رسمي وإني تركته علشان خاطرك خاطر بني عمك وخاطر أبو شداد وإنه موعد مسبق من قبل شهرين أقلت أقلت هلا مرحبا ترحيبة القدر والصفتار وهلا مرحبا ترحيبة الجزر والثلا وهلا مرحبا ترحيبة الشيخ بشيخ كل بالجنس سف فرع عمه وخلا ضيوف على مجلس حسن ترتج بشان سلا يا شيخ عزة بك صبرا هذا المجلس اللي كاد هلا يا سلام أجرون يا رجال الله يعافيكم يلا حيهم حياكم الله يا مرحبا أبقاكم الله علمكم سلامتكم قاصدين الله وإياكم تشوفوننا ما تشوفون شر مرحبا وش علومكم كذلك في ديارنا ما عندنا شيء من العلوم حياكم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وسلم علي تزوج والله يبني بيته وجيناه يا معارفه وأخوياه وأصحابه من نجران نيابة عن الموجودين ورانا نبلغكم سلامهم ونشارك في حفله وهو يستاهل لو ما هو بوفي ما اعتني لنا وجينا له معونته منا 50,000 وفيها زايد عفاكم مرحبا بكم الله يحييكم ومرحبا ومسهلا الله يحييكم أبقوا مرحبا باقي الله يبقيكم وبيتهم باقي كما سلمت عليها علي بنت عذر نعلمها باللي قدامنا انا فداك يا ولد الشيخ بشيخ كل بالجنس سف فرع عمه وخاله ضيوف على مجلس حسن ترتج بشان سلا يا شيخ عزة بك صبره الله يحييك Yeah.
مرحبا بكم، ارحبوا يا رجال ارحبوا. البقاء سلام عليكم. عليكم السلام، مساكم الله بالخير. يا مرحبا ومسهلا. مجهورين الجميع. الله يسلمكم. وش حالكم يا رجال؟ يا مرحبا. والله يا ابني ابنك يا ابو حسن. ومن قال؟ صلوا على نبي الله اللي جابنا سلامتكم، خدمة للمطاليق اللي معي. مطلق. قدموني جعلهم يسلمون، لا بأكبرهم ولا بعرفهم، لكن كفاية لهم بالكلام. نبدأ مارودنا وعلمنا بذكر ربنا العالي، ونثنيها بصلاة على نبيه الغالي، نبينا محمد، ونصلي عليه ونسلم. اللهم أنت علي خوي ونعم الخوي، راسك يدلك ويمناك يطيعك ولسانك يخدمك ووافي في مراجلك ومنومس ربعك ومنومس نفسك ومبيض وجهك وجيه بني عمك من وراك. هو اليوم عليكم زود. قولوا يا الله ثم يا الله ان الله يدلنا ولا يغوينا، وان الله يجمنا ولا يفشلنا، وان الله يقوم معنا ولا يقوم علينا، وان الله يجمني انا يا ناصر اليامي عند الرجال المقبله ورجال المستقبله. هو اليوم اخوياك حبوا يشاركونك وينفعونك في زواجك، وان فعل الله رب العالمين اقبلوا عليك اخوياك بعطاء 85,000 ان كان ها كثير فعلك وشبرك وشفنا وودنا. وعلى ما قال من قدم السبت لقى احد، ومن شبر للرجال ذرعوله وشبرك طايل يا ابن جميشان. وان كان ها شوي فانت يا خوينا عارفينك وواثقين من اللي عندك، خوي عذار وثوب نظافي ودرع واقي لاخوياك وسلامتكم جميع. الهرج اللي يثني فيعتذر منك فهد بن عايض بن عوير، عنده ظروف ولا فهد بن عايض بن عوير عنده ظرف ولا قدر يحضر، وسلامتكم. من قال يسلم؟ سلامتك يا ابو حسن وسالم. ومن قال يسلم؟ جالك ذا الشهر ودعات ودعوتكم داعية سلامة، أقبلت عليك مع أخويان، أنا قطتي معهم ونفالتي 5,000، لو أنا في شان غير الشهر جيتك بالحديث الصوف. صلوا على محمد. الله صل على محمد. أتقصر نعاء غالي وفعلك طيب، وهني هذا قطتي مع أخويا وهناك 1,000 ريال زيد عباكم ما يسمع. مالي كلام بعد المحلفي يا أبو حسن. علي بن حسين بن عفرة مرسلني عليك 7,000، وهو مسافر خارج السعودية رايح الإمارات، وهنا قطتي مع أخوياي ونفالتي 1,000، ومحمد بن عوير، محمد بن مسعود بن عوير علم بحفلك ولا جاه منك عزمي، وقطتها 1,000 ريال معنا، وسلامتكم جميع. من قال سال؟ صلوا على النبي. تزوجت أبو حسن وجعلها للقوة، وعلومك عندي غانمة وجمايلك عندي وايدة، وقطتي مع أخوياي وهنا يا 5,000 تنفله، إن كان هي وايدة تستاهلها وفعلي مناك، وإن كان هي شوي فسمنها وعذرني على قلها. صلوا على النبي. اللهم صل. عفاكم جميع. من قال؟ قطتي مع أخوياي النشامة، وفعلك غان من عندي أبو حسن، بيني وبينك خوة، وبيني وبينك علوة، وبيني وبينك ما ينزل، ومداتك عندي تجيني وافية. قطتي مع الربع ونفالتي 15,000 قليل في حقك، وحقك والله أنها أكبر من ذا، والمعذرة على قلها. هاو عفاكم. وافي وافي. الله صلوا على النبي. اللهم صل على مساكم الله بالخير جميع. مرحبا. ما لنا كلام حكم المحلفي ولا زيد على كلامه الا فقر قعود وعود النزرك. يعتذر منك يا ابو حسن محمد بن فلاح بن حويل المعمر، واخوه محمد بن فلاح، وعبد الهادي بن مفلح بن غصار، ومعيض بن مصلح، وعبد الله بن مصلح، وسعيد بن علي ال علي. يعتذرون منك، وعندي لك هديه سيف مذهب، وعلى قول المثل صار العطايا ولا كبر المعاذير، وانت مطلق يا وجه زيد على من مطاليق، وعلومك غانمه تبيض وجهك ووجه الاحباب كافه ابن الجعميل ساح العمان، ولو نمشي على الكراسي ما وصلنا علومك. وزايد اعفاك. هلا مرحبا ترحيبة القدر والصفطار، وهلا مرحبا ترحيبة الجزر والثلا، وهلا مرحبا ترحيبة الشيخ بشيخ لكل ابن جنس سف فرع امه وخاله، ضيوف على مجلس حسن موسيقى.
كرمه حلهم كرمه حلهم يده مرحبا واثني الترحيب بالضيفان غبري وشاي مرحبا عندما هل المطر من برجمات السحايب وعندما جمنا بتفي في اضر خاليات انعشيبه ومرحبا واثني النثني الترحيب بالضيفان غبري وشايب وعنكم الطيب والوقفات يا اهل الطيب ما هي غريبه كلام عند الشيوخ الله يحييك السلام عليكم ماجورين تستاهلون الترحيبه وانتم اهلها صلوا على النبي ما عاد عقب ابو علي كلام ولكن الربع كلهم ضاربين لضيفتكم آل العبد كلهم هم طليق ربعنا بضان وجيه فعلهم يجملهم ولا نجل من بعدهم ونبي كرامتكم ولا نبي الله التمام او زايد اعفاك يا بن غثوان ما في الهرج الا تمامه للجميع لا من يام ولا من قحطان ولا من من دخلوا من جميع القبائل اللي حضروا ما لكم انتم ضيفه انتم ضيفه اجعلوا ابوك في الجنه صلى على النبي قولوا لا اله الا الله الله يغني على خيالي اللي معي اللي جاي من الحلوان اللي قالوا معنا بسم الله عليهم بسم الله اخويا الهاب والشحن واجهنا عليها وباقي الامور اللي بتفصلنا والله ما تحرم علينا والله ما تحرم علينا وحرف من الله يكفي وانتم رجال عراف وتعلمون رجال ما يعلمونكم وفيها سلامتكم صلوا على النبي اللهم صل على محمد اول شيء الله يكثر خيركم يا محلف جميع وبالنسبة لنا اللي جايينكم من نجران احنا جايين نأدي واجب علينا واللي أدي الواجب مو يتضيف وحما حم ضيفان لكم والله يكثر خيركم والحلايف ما فيها بركة وبتحدونا على الحلايف وحنقول والله العظيم ثم والله ثم والله نحن ما نشارككم إلا في هذا الليل وفي أعفاكم ومن قال يتعافى والله ما هو بهوانا والله والله ان هوانا نثني ضيفتكم نثلثه عارفين انكم صادقين ولا عندنا فيكم شك لكن اللي مثلكم يقبل العذر ولا عندنا مجال لا احنا ولا كل الحاضرين كل واحد من الناس ترى وده يتكلم الله يحييكم الله يحيي الجميع مرحبا عليك يا شال العبد مرحبا هلا مرحبا ترحيبة القدر والصفقار وهلا مرحبا ترحيبة الجزر والثلا وهلا مرحبا ترحيبة الشيخ بشيخ كل بالجنس شاف فرع عمه وخاله ضيوف على مجلس حسن تلف تجمي شان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله خالق الليل والنهار أبدع صنع هذا الكون وجعل فيه العظيم من الأسرار أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره والصلاة والسلام على قدوة السالكين وهداية الحائرين من رفع الله ذكره وشرح صدره وأعلى قدره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد الآباء الكرام المشايخ الفضلاء الأخوة الأعزاء حفلنا المبارك أحييكم بتحية من القلب يطيب شذاها مسكا وريحانا وتحمل في طياتها حبا ووفاء تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام
فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحضور، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، فحضوركم شرف لنا ويضفي على حفلنا أنسا وسرورا، فبارك الله في مسعاكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. وأرحب ترحيب قحطان. بداية نبارك للعريس زواجه في هذه الليلة المباركة، ونقول له ما قاله رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. أيها الحفل الكريم، ثمار حفلنا متنوعة، وكلنا أمل أن نوفق في تقديم ما ينال القبول والاستحسان، راجين من الله التوفيق والسداد. خير بداية لحفلنا هذا آيات بينات من الذكر الحكيم، يرتلها على ما سمعكم الشيخ مسفر بن فرحان بن حويل آل العبد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، الملك القدوس السلام، المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. ارحبوا يا رجال، ارحبوا. الله تحييهم، مرحبا. زلوا زلوا، حياكم الله. ارحبوا يا رجال، الله تحييهم. هلا مرحبا ترحيبة القدر والصفقار، وهلا مرحبا ترحيبة الجزر والثلا، وهلا مرحبا ترحيبة الشيخ بشيخ كل ابن جنس سف فرع امه وخاله، ضيوف على مجلس حسن ترتج بشان سلايل شيخ عزة فيك صباله، هذا المجلس اللي تذهله جمل الضيفان، هذا المجلس اللي بالوفا دارت. ارحبوا ارحبوا ارحبوا. السلام عليكم. السلام. أجل يا رجال، وش حالكم؟ أقول طول طول يحييكم، مرحبا. هلا مرحبا ترحيبة القدر والصفقار، وهلا مرحبا.
حفلنا الكريم. الآن نترككم مع موعظة يقدمها الشيخ والأستاذ حسن بن وعل آل العبد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، أولًا نقول للمتزوج الأستاذ علي بن حسن بن جميشان كما قال صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكم في خير. أيها الحفل الكريم، عظموا الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله ما أحكمه، لا إله إلا الله ما أعدله، لا إله إلا الله أحكم الحكماء وأعدل العدلاء، هو الغني سبحانه وتعالى. سمعتم في الآيات الكريمات شيء من أسماء الله وصفاته. من عظم الله سبحانه وتعالى وخاف من الله ووجل من الله واستحى من الله عاش حياة سعيدة في الدنيا والآخرة. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يعظم الله. أيها الإخوة الكرام، أصبحنا في زمن نعظم الناس ونستحي من الناس ونجل الناس ولا نستحي من رب الناس. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. عظموا الله سبحانه وتعالى، استحوا من الله عز وجل، خافوا من الله. يا أخي الكريم، لا تخلو بالمعصية ثم تجعل الله سبحانه وتعالى أهون الناظرين إليك. بعضنا يخلو بالمعاصي ويستخفي من الناس ويمشي في الليالي يستتر بالظلام، والله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذه الرسالة الأولى. أما الرسالة الثانية فاذكروا الله يذكركم. اذكروا الله سبحانه وتعالى، قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، وقال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يذكر الله. إذا ذكرت الله وعلمت وعرفت عظمة الله سبحانه وتعالى وخشيت من الله سبحانه وتعالى، وتعلم عندما أقرب مثال يا إخواني في الحج، عندما يأتي ملايين الناس في الحج مختلفة ألوانهم ألسنتهم أشكالهم، ماذا يقولون؟ يقولون الله أكبر، يعظمون الله، يذكرون الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يعظمه وممن يذكره. يا إخواني، لماذا نعلم ولا نعمل؟ كلنا يحفظ هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. من الذي قالها في هذا اليوم؟ من الذي راجعها؟ من الذي كررها؟ الرسالة الثالثة: أسأل الله أن يديم علينا وعليكم النعم. والله الذي لا إله غيره، لولا الله ثم نعمة الأمن ما اجتمعنا في هذا المكان، ولا فرشنا في هذا المكان، ولا جئنا من كل فج ومن كل مكان. نعمة الأمن، إبراهيم عليه السلام طلب الأمن قبل الرزق، قال: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. اشكروا الله على النعم
ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اشكروا الله على العافية، اشكروا الله على النعم، اشكروا الله سبحانه وتعالى على الإطمئنان. آمنين في البيوت، آمنين في الطرقات، آمنين في الاجتماعات، آمنين في المساجد، آمنين في كل مكان. هذه من نعم الله سبحانه وتعالى. اشكروا الله على هذه النعمة، نعمة الأمن، نعمة يا إخواني. عندما يذهب الرجل ويترك أولاده في البيت ما يخاف عليهم من شيء. إخواننا يمنة ويسرة، شرقا وغربا، قتلوا الأولاد، انتهكت الأعراض، سلبت الأموال، يعيشون في العراء، لا عندهم شيء، ليس عندهم شيء من مقومات الحياة، ونحن نتقلب في نعم الله عز وجل. اشكروا الله على هذه النعمة. أسألكم بالله لا نصبح نحن السبب في إزالة هذه النعم، بكفر النعمة، بالإسراف، بالتبذير، بالمشاكل، بالمصائب، بالفساد، بما شابه ذلك. أسأل الله أن يجعل هذا البلد آمناً وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظ قائدنا وإمامنا الملك عبد الله بن عبد العزيز وإخوانه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الحق، إنه القادر على ذلك. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لكل مقام مقال. كلمة راعي حفلنا الكريم الشيخ حسن بن علي بن جميشان آل العبد الحبابي، يلقيها نيابة عنه ابنه العريس علي بن حسن بن علي آل العبد الحبابي. أرحبوا يا رجال. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، إصالة عن نفسي ونيابة عن والدي شيخ قبائل آل العبد الشيخ حسن بن علي بن جميشان ومشايخ ونواب وأعيان قبيلة آل العبد الحباب الصغير منهم والكبير، نقول أرحبوا يا رجال، أرحبوا ثم أرحبوا ثم أرحبوا ترحيب قحطان. مرحبا والله مسهلا، مرحبا والله مسهلا، عد السحاب اللي معه برق ورعود وابله على الأمواه ساق البشاير. يا مرحبا بضيوفنا كل صندود، سيف اليمين ودرع جنبه ودخاير، ليل السعد زف فيه يا داري النود، وهبي على صدري وزيل العباير. ليل على الأمواه بالطيب موعود، ليل على الأمواه بالطيب موعود، ليل جمع في حفلنا كل ناير. مرحبا والله مسهلا، دعيناكم من غلاكم وجيتم ووفاكم، ولا هي بغريبة عليكم، أنتم هل الطيب وأنتم هل الناموس وأنتم هل الفزعات وأنتم هل الوقفات. حضرتوا وشرفتوا ووقفتوا وجملتوا، ولا هي بغريبة عليكم، في الشدة حاضرين وفي الفرح حاضرين، درعنا الضافي وحزامنا القطيب، تشدون الظهر وباسمي وباسم ربعي آل العبد الحباب وباسم قبائل الحباب، نقول ارحبوا ثم ارحبوا ترحيب قحطان. مرحبا والله مسهلا، والمعذرة إذا حصل قصور، أما في كلام ولا في مارود ولا في استقبال ولا في شيء من الأمور، الكامل وجه الله سبحانه وتعالى، ونقول مرحبا ومسهلا، الله يحييكم، مرحبا ومسهلا ترحيب المطر وسلامتكم. أيها الحفل الكريم، يعجز اللسان ويقصر البيان ولا يدري ما يكتب البنان، ليصف الفرحة ويصف الجمع، فلا يدري أبي النثر يبتدي أم به يختم وينتهي، ويجعل الشعر بين ذلكم فألف ألف مرحبا. مرحبا ترحيبتنا حشمة وعون ولون،
مرحبا ترحيب حشمه وعون ولون واحترام وقدر ونزاد والضيفان زاد. قصيدة ترحيبية يلقيها الشاعر حسين بن علي بن فهد آل العبد الحبابي، فليتفضل مشكورة. الحضيض اللي ليا قام عند الميكروفون ذكر بربه وصلى على خير العباد، لا إله إلا الله اللي لكابر له تهون مهما تبلغ قوة وهيبة ومال وعتاد، وعد ما قد كان واللي بعد يمكن يكون، يا صلاة الله على خير مبعوث وهاد، النبي الهاشمي المنزه والمصون خير من جاهد وحارب على الأرض الفساد. مرحبا ترحيب تنحشمه عون ولون واحترام وقدر ونزاد والضيفان زاد. مرحبا مرحبا ترحيب مثل همال المزون تبهج الخاطر وتضفي على النفس الوداد. مرحبا من يوم تلفون ليلة تغادرون باسم من رحب وهلا وزاد بلا اعداد، في ضيافة روس ربعي على ما تخبرون الشحم والعود الأزرق وفايحة القناد. في ضيافة روس ربعي على ما تخبرون الشحم والعود الأزرق وفايحة القناد، قلتها عن كل عبدي ومثلهم ومون، ربعي اللي مجدهم مع هلال أمجاد ساد، يكفينهم قالوا اللي قديم يمثلون، لا تكارم عبدي إلا ويشح الوقت جاد، ويكفي ان الضوء لقام ولها يشعمون، قيل شيعي شايعتهم وصار لها وقاد، درع تذلي ذا العوج يوم الاجنبي غزون، قبل كل ياخذ من الحكومه لابلاد، درع تذلي ذا العوج يوم الاجنبي غزون، قبل كل ياخذ من الحكومه لابلاد، ومع معزي يوم فتح الجزيره يعرفون في الرغامة ولا نجران وحدود البلاد، هذا ليل عسى من سعوبة يسلمون، يا علي مبروك والله يوفقك السداد، أنت جدك شيخنا اللي كما حصن الحصون راعي الوقفات والوجه الأبيض والشداد، دون ربعه وقفته لا تهون ولا يهون، كاسر شوك الخصم حتى لو شوك أحداد، ومن تحمل من بلاوي زمانه لا غبون، يذكر بعد الله اللي له الملجأ سناد، ومخلي شبوك المصاليح مما يذخرون، جعل هفداه اللي يسمي البخل اقتصاد، وانت ابوك اللي الكسب الوفا دايم زبون، حاتمي يمد كفه يسيل بهالحماد، وقفته في يوم قرة عليها يشهدون، ضمن ربع نحتموها كمذكور الهداد، والفخر بالدين مهما العباد يفاخرون، والحكم لإخوان نوره موحد البلاد. الشيخ محمد بن غذوان، والله ما أدري إنك حاضر الحفل ولا إن كان يسوالك قصيدة خاصة، أنت أبيض وجه معنا وفزعاتك معنا كثير، ولكن تبشر بالعوض إن شاء الله. والآن مع قصيدة للشاعر المبدع دهيم بن مبارك المشعلي. مساكم الله بالخير جميع، وارحبوا يا ضيفانا آل العبد، يا ضيفان الاحباب، يا ضيفان قحطان كافه، الله يحييكم ترحيب المطر. اول ما نبدا نذكر المعبود رب العالمين، رزاقنا برزاقنا كل الخلايق ترتجيه. اول ما نبدا نذكر المعبود رب العالمين، رزاقنا برزاقنا كل الخلايق ترتجيه، نسأله توفيقه ونبقى في الحياة مجملين، وتعيننا يا الله على كسب الجميل ونحتميه. نسأله توفيقه ونبقى في الحياة مجملين،
وتعيننا يالله على كسب الجميل ونحتميه، ومن بعدها صلوا على المبعوث خير المرسلين، صلوا عليه وسلموا صلى الله وسلم عليه. ومن بعدها صلوا على المبعوث خير المرسلين، صلوا عليه وسلموا صلى الله وسلم عليه. إمامنا رسولنا شفيع كل المسلمين، الله يثبتنا على السنة ونهجه نقتديه. ومن بعدها تسليم يبقى على طول السنين، تسليم ما قلت هلا عند بيضان الوجيه، تسليم يبقى سناها والع في كل حين، إعداد ما يرعد سحاب والمطر والخير فيه، سلام للحفلة وأهلها والضيوف الحاضرين، تسليم تصرف مثل صرف الذهب ولا الجنيه، سادس ليال العيد هذا الليل ومن العايدين، الله يديم أفراحكم والخير كله يكتفيه، إليا دعانا راعي الوقفات حنا حاضرين، عهد علي إن تعب أفكاري ورجلي لنجيه، إليا دعانا راعي الوقفات حنا حاضرين، عهد علي إن تعب أفكاري ورجلي لنجيه، خص لي يا من صار شيخ من الشيوخ الأولين، ابن جميشان المسمى راعي الفعل النزيه. شيخة وفا شيخة مراجل والنشامة شاهدين، المرقب اللي يتعب شيوخ القبائل يعتليه، أبو حسن فعله يجمل لا بتهذر باليمين، إذا ارتفع سعر الوفا من حر ما له يشتريه، أبو حسن فعله يجمل لا بتهذر باليمين، اللي ارتفع سعر الوفا من حر ما له يشتريه، ربعه بني عباد سوق من للعدات المعتدين، ماضيهم يتيه خبير في الحياة ما يتيه، ربعه بني عباد، ربعه بني عباد سوق من للعدات المعتدين، ماضيهم يتيه خبير في حياته ما يتيه، اللي اعتزوا صبيان بالعباد بالسيف السنين، والرمح والبلجيك والموت الحمر ما يمهتويه، اللي اعتزوا صبيان بالعباد بالسيف السنين، والرمح والبلجيك والموت الحمر يمهتويه، أجيه عبد الله على الفزعات والفعل السمين، ماضيهم يجمل بني قحطان ومضي مذويه، أجيه عبد الله على الفزعات والفعل السمين، ماضيهم يجمل بني قحطان ومضي مذويه، جمع الحباب اللي لهم فعل يشوق كل عين، الغمر منهم يملك المعروف كله بين يديه، حنا لهم وهم لنا لا صار زين وشيء وصار شين، الصف واحد ما يضايقنا كلامك يسفيه، هذا وربعي محتمير الذات جرعات الحنين، ألاد بمشعلك عام الخصم بيضان الوجيه، من دون قاصر في رياجي للمواقف الآخرين، كل بفعله يفتخر والكفو ما يشتك فيه، واختامها صلوا على المبعوث خير المرسلين، صلوا عليه وسلموا صلى الله وسلم عليه. سلامتكم. علي ارحبوا يا رجال ارحبوا. سلام عليك. سلام. بارك الله فيك. الله لا تهين. طيبين. الله يعافيك. طيبين. ولا زلنا في سفينة الشعر مع الشاعر الجزل مهدي بن محمد آل الشريف الحبابي، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم، مساكم الله بالخير جميع. أنا عندي ثلاث أبيات وعندي قصيدة مطلوبة من آل العبد. وعداد ما لاحت مزون الصيف في غر المزون، سلام قبل أقول في دق العلوم وجلها، تسليم تنتكرم الحاكم طيب يلي تسمعون، أقول هوا اللي عقد رؤوس الحبال يحلها، يا أبو حسن دعيت والدعوة تراها ما تهون، يا أبو حسن دعيت والدعوة تراها ما تهون، وشرواك ليجت دعوته في ذمتي لو صلها مهما المسافة
ازدواجية رضا الغالية تهون لخير في اللي فزعته ما هي تجية في حلها يا ابن الشيوخ اللي عزاويكم وموسع الطعون اللي قال ابن عباد خصمه من طريقها تلها أنا عزاويكم تنومسني أنا عزاويكم وتنومسني وترقابي سنود لما اعتزل عبدي برد كبد الشريفية غلها لنحن فيها واحدة لنحن فيها واحدة بتصبيح الهجايد والضعون وديرها اللي غيرنا محتلها وديرها اللي غيرنا محتلها نحتلها وسلامت الجميع. وما القصيدة يطول العمار في هذه قصيدة في الشيخ فهد المعطاني باسم الشيخ ابن غثوان شيخ شمل قبيلة للشريف. شرق من سودة عسيري وغرب عن ظهراني وفوق تثليث العزيزة دارنا المحمية اتجهنا من بلاد أصل العرب قحطاني مع خطوط الساحل الغربي نبل الغربية في قيادة شيخنا المعروف ابن غثواني شيخ شمل وشيخته معتارها عارية شيخ شمل للشريف حزامي الملياني تاج راسي في الشدايد عزوة مسمية أخدمهم بالقصايد ولسان لساني وأخدمهم في قصيد النظم والردية ما اعتذرنا يوم جتنا دعوة المعطاني يا فهد دعيتنا والعز نارا حية وانت شيخ وشيخ علم ومنبعك شيخاني وشيخ شمل هذيل للماجوه والجاهية أشهد من يمدحك ما يعتبر غلطاني ورب البيت ما بقولها سرية والله أن أقولها وصل صهي الإحصاني لين يدري من سكن في نجد والشرقية والمعذرة من معازي بن منظيفاني ودي يمدح كل رجال على قافية والسلام يزف ريح المسك والريحاني نسمته نسمة عبير وطاقته وردية وسلامة الجميع. نبحر مع سفينة الشعر ومع شاعر يطربنا بما تجود به قريحته والآن مع الشاعر حامد بن محمد آل العبد الحبابي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميع. أبتدي باسم الله اللي حارس غرة عبيده، ربنا المعبود عالم كل ما تخفي البشر، أسأله وارجيه واطلب رحمته سعة وعيده، لانتهت الأولى وجينا الآخرة يوم الحشر، بعدها يا هاجسي دور الأبيات الفريدة، اصعد الجو السما وانزل على غبة بحر، كلها في مدح ربعه للمواقف الحميدة في بني عباد ربعه للشجاعة والظفر هم هل الوقفات والهيات بسنين شديدة هم هل الفزعات والغارات والموت الحمر كم عقيد في الملاقى طيحوا سيفه منيدة طيحوا سيفه منيدة عند حسكات الوبر يشهد الله والخلايق والدير معهم شهيدة اسحب الودينة تشهد لهم ويضل قهر من الحبابة للسلوم اللي مواقفهم سديدة من منين الخال والخايف بساعات الخطر من يعاديهم عضيدة في الملاقى ما يفيده لقبل أجلال المحازم روسهم تقدح سطر من قحطانة للفعول اللي هقاويهم بعيدة ذكرهم لا يمكن أنه يمحي طول الدهر قحطانة للمواقف والتواريخ المجيدة سيسوا تاريخهم نقشا على صم الحجر يوم جاء عبد العزيز موحد شعار العقيدة فالتحمنا كلنا في زمرته بدو وحضر عاهدوا الأجداد بعهود ومواثيق وطيدة لين صار الحق نوره ساطع مثل القمر وحن على منهاجهم من طول الأعوام العديدة مؤمنين بالكتاب وبالرسول وبالقدر كلنا جندب ومتعب سيف مصقول الحديدة سيف هندي يقطع بحده ويطعن في النحر كلنا جندب ومتعب سيف كلنا جندب ومتعب سيف مصقول الحديدة سيف هندي يقطع بحده ويطعن في النحر ما يحركنا رياح وننطح الروس العنيدة وما يضلل فكرنا من هو تفجر وانتحر نهجنا سنة محمد من يعاديها انبيده ولانتهى عمر وخالد خلفهم كم من عمر ومن نوانا بالخيانة قبل ما ياتي نصيده اخسيرا على الخيانة واخسيرا على الغدر في الختام اعداد مزن الناظ برقه فوق بيده
ساريا يرعد وينثر من مثانيه المطر وعد ملالات خطت فوق صفحات الجريدة. صل يا سامع على أفضل من بعث وسط البشر وسلامتكم جميع. ولا زلنا مع الشعر، قصيدة مع الشاعر محمد بن علي آل سلمان بن عبيد الحبابي، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا نقول المتزوج بارك الله له وبارك عليه وجمع بينهم في خير. وأبو حسن غالي وعلومها ترفع الرأس عندنا وعند غيرنا. ابتدينا باسم ربي قبل نظم الكلام، يله يا مطلوب يلي تنشي بالمخال، يا عظيم الشان يا ساهر ما هو ينام، يا كريم بيده الملك يا عز الجلال، بعد ذكر الله سلامي لكم واثني السلام للحفل واللي لفى من جنوب ومن شمال ومن ديار الشرق والغرب قدر واهتمام، حفل شيخ وافي من صناديد الرجال من بني عباد والنعم في شرق وشام، ينعرف تاريخهم في الجواب وفي السوال والنعم بفعولهم ما بيلحقهم ملام، وانت شيخ وابن شيخ بدراس الجبال شيخ تنترد على العد ميلاد الحيام، ما يجيب الما يكون الطويل من الحبال، أشهد إنك مثل سيفي قص به العظام، وإن بغيت أكثر المدح طال الليل طال، أشهد إنك مثل سيفي قص به العظام، وإن بغيت أكثر المدح طال الليل طال، قالها شاعر رشادي لهم قدر ومقام، والجبران انهل الطيب في حال ومال، وجد بن سلمان يا سعد من حطه حزام، ما عليكم زود ولا اسم، وجد بن سلمان يا سعد من حطه حزام، وامنا ومعروف ومعرب جد وخال، والقبايل كفوا ولهم علينا الاحترام، ما هضم حق القبايل لما جالي مجال، والصراحة نور والنور جلى الظلام، كلمتي مثل الجبل ثابت ما هو يزال، والله يعز الملك والوطن في كل عام، الملك عبد الله بعد الله للعالم إضلال، أولي العهد سلمان للعايل خزام، سعد من ينصاه عنده هموم وضيق بال، أوليه مثل بحر يجي فيه التطام، والبحر معروف بالموج يضرب كل جال، وزير الداخلية قوانين ونظام، واشهد انه ضد الارهاب وقف كل ضال، وفيصل ابن خالد اللي رقى فوق الغمام لين سربها عروس تزين بالجمال، وكل شعب المملكه بتقدم للامام، فوق هذا منهج الشرع يحكم بالعدال، حكم شرع الله يبين الحلال من الحرام، ينبسط الانسان من الحق ويعدل ويعرف الحلال، والسلام المبتدا والتحيه في الختام، والعذر وإن كان لخطيت لأن الإنسان زال، وآخر الموضوع صلوا عليه سيد الأنام وما حد منا بكامل ولله الكمال. سلامتكم جميع. الشاعر عبد الهادي بن حسين بن هضبة أبى ألا يشارك، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. والله ما لقينا عذرا في دعوتكم يا آل جميشان، وحقا على نواجب أن نشارك. والله العظيم أني ماشي من زواج ولد عمي يشهد رب العالمين. من دافع القادر
بدر والشيمة وسلمى العرب سلام يا العز واللي شانها معتلي في حفل من هم على العدوان سيف حدب اللي ينبهم بعصر الجهل ما يجهلي ألا دي عبادي وفينا الحسب والنسب اللي لك أسبى المراجل رقمهم الأولي والدعوة سلالة جميشان حق وجب ألا بي الداعي وجيت حق علي معربين الجدود وقاد تل السرب ومكرمين الضيوف وعزوة المبتلي. أما قصيدة المشاركة أقولها هي في نعمة النسيان على العبد، فأقول لظلم علي الهم واحترت بخطاي سلمت روحي لأصعب أفكاري شوي واتبع هوا فكري وسلمه مشهاي وحتى ولو يبغى جريمه نسوي وسرح بكار الفكر والدير ناي وترتع وتشبع لو مناشير هاني وانا على المشراف راجعت ذكراي وحذفت منها شيء وحفظت لي شيء لو انما الانسان مخلوق نساي كان البحور اضحت دمي وهي مي ولو ان ماني بات جاهل من عداي اشيا تعرض ثومه القلب للكي يمديني اشتلت المصايب مخباي صرت بلهيب الشمس واجنبت من الفي ولو ما نسينا فقد من تفت للراي اللي ليا جات الصعيبات ترسي ما كان تلقانا ضحوك وسلاي ونتبع شهاوينا ونسلى ورا الغي ولو ما نسينا الموت وحساب مولاي ما كان تلقانا عن الدين نلهي الله يسامحني ويسامح الجميع الله يسامحني ويغفر خطاياي انسى وانا ماني بمعصوم واخطي ومن جور وقت مر بي يبست شفاي وجامل ايامي وهي تنطوي طي ويا طول ما بين ضحكه محياي تو البشر والوضع في داخلي سي ولا لغير الله بينت شكواي هو ملتجاي ولا على غير هشكي فكرت في اللي راح وراقب الجاي وعسى توالى العمر تبن السعد لي واكسب رضا ربي بري وتقواي واعمل قبري شيء ما دامني حي. سلامتكم. الشاعر ناجي بن حسن آل ملحان الحبابي يتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول صلى الله عليه وسلم أولى الناس بيوم القيامة أكثرهم عليه صلاة. سلام يا جمع رجال المناعير إعداد ما ذعذع هبوب الشمالي تسليم تنتشهر معزة وتقدير لأهل الزواج ومن حضر الاحتفالي في حبكم يا مكرمين الخطاطير يطيب لي بدع البيوت الجالي وبارك الزبن الوجيه المسافير علي حسن عسى سنينه طوالي ابن جميشان انغش الجو تعكير مواقفه تتعب زحول الرجالي يزيد فعله ما حكته الاساطير اللي عنان العبد تثبت مقالي اهل الجمايل محتمين المظاهير واهل الشجاعه والفعول الجزالي يزيد فعله ما حكته الاساطير اللي عنان العبد تثبت مقالي اهل الجمايل محتمين المظاهير وهل الشجاعة والفعول الجزالي قلته وانا من روس قوم بمناعير عز الخوي ومخضبين السلالي افخر باسم بلحان في الشر والخير ساسر
ساسن يشرفني ومبناه عالي. ما عليكم زود. وختامها من صادق الشعر تعبير: مبروك حفلك يا كريم السبالي وسلامتكم. حفلنا الكريم، مساؤنا جميل، وكل فرد من الحضور يود المشاركة في هذا الحفل لو ما هو شاعر، لكن نعتذر من جميع الشعراء لضيق الوقت. والآن نترككم مع أبوريت شعري من أداء وألحان عبد الهادي بن حسين بن هضبة الحبابي. هلا مرحبا ترحيب تقدر وصفتر، هلا مرحبا ترحيب تجزر ومثاله، هلا مرحبا ترحيب تشيخ بالشيخان بكل ادراج انساس الظفر عمه وخاله، ضيوف على مجلس حسن تلفت جميشان، سلايل شيخ عزة الضيق صماله، هذا المجلس اللي تدهله جمل تنظيفان، هذا المجلس اللي بالوفا دار تدلاله، تكود المراجل والمراجل الحبيبان، لكن حاشا اللي يرث الطيب لعياله، حنا لاد عبادين على المحزن المريان، حنا لاد كسبنا النعم والنعمة مكسب عزاز الشان، شربنا المراجل شرب فنجال وبياله، ويا معتلنا كوب الافراس في الميدان، ودسنا الوغى ويوم نجري وخياله، بطشنا مكف بعلها ينف العدوان، وقفنا وقف العز والعز رجاله، وذا اليوم وقت الخير ولا من ولا فان، ويا مطيب اللي ذكر ربي على باله، هذا الناس الافعاله، علي راعي الفزعات ومعرب الجدان، وهذا مقام العز والعز للجاره، هلا مرحبا ترحيبة القدر والصفتان، وهلا مرحبا ترحيبة الجزر وامثاله، وهلا مرحبا ترحيبة الشيخ بشيخ امه، كل ابن جزاز الظفر عمه وخاله، ضيوف على مجلس حسن تلفت جميشان، سلايل شيخ صماله، هذا المجلس اللي تدهله جمل تنظيفان، هذا المجلس اللي بالوفا دار تدلاله، تكود المراجل والمراجل الحبيبان، لكن حاشا اللي يرث الطيب لعياله، حنا لاد عبادين على المحزن المريان، حنا لاد عبادين على العز والطاله، كسبنا النعم والنعمة مكسب عزاز الشان، شربنا المراجل شرب فنجان ويا معتلنا كوب الافراس في الميدان، ودسنا الوغى ويوم نجري وخياله، بطشنا مكف بعلها ينف العدوان، وقفنا وقف العز والعز رجاله، وذا اليوم وقت الخير ولا من ولا فان، ويا مطيب اللي ذكر ربي على باله، نقال ارحبوا ثم ارحبوا يا عزاز الشان، على حفل شيخ تشهد الناس الافعال، الظفر عمه وخاله، ضيوف على مجلس حسن تلفت جميشان، سلايل شيخ عزة الضيق صماله، هذا المجلس اللي تدهله جمل تنظيفان، هذا المجلس اللي بالوفا دار
المريان حنا لنا عبدين على العز والطرا كسبنا النعم والنعمة مكسب عزاز الشان شربنا المراجل شرب فنجال وبيالا ويا معت لنا كوب الأثراس في الميدان ودسنا الوغى ويوم نجري وخيالا بطشنا مكف بعلا ينب العدوان وقفنا الظفر عمه وخاله ضيوف على مجلس حسن ترث جميشان سلايا الشيخ عزة الضيق صباله هذا المجلس اللي تدهله جمل تضيفان هذا المجلس اللي بالوفا دار تدلاله تكود المراجل والمراجل الحبيبان لكن حاش اللي يرث الطيب لعياله حنا لاد عبادين على المحزب المريان حنا لاد على العز والطرا كسبنا النعم والنعمة مكسب عزاز الشان شربنا المراجل شرب فنجال وبيالا ويا معت لنا كوب الأثراس في الميدان ودسنا الوغى ويوم نجري وخيالا بطشنا مكف بعلا ينب العدوان وقفنا وقف العز والعز رجالا وذا اليوم وقت الخير ولا من ولا فان ويا ما تبلي ذكر ربي على باله نقال ارحب وثم ارحب ويا عزاز الشان على حفل شيخ تشهد الناس الافعاله علي راعي الفزعات ومعرب الجدال وهذا مقام العز والعز لرجاله لعريسنا هذه الليلة كلمة من نوع آخر فليتفضل مشكورا. أرحبوا يا رجال، صلوا على محمد، قولوا لا إله إلا الله. فيها أربعة شيوخ لهم فضل علي ولهم معروف علي، ولو أجازيهم ما جازيتهم به من اليوم ليوم القيامة ما لحقت لهم معروف، وعندي لهم تكريم متواضع ما هو باللي في خاطري، لو اني بسير على اللي في خاطري كان عطيتهم عطا ما هو بذا العطا، ولا منكم رجال في ذا الحفل إلا ما لحق علي ولحق اني أكرمه، ولكن ما يتقسم على أرضه إلا المطر، وانتم بتعذروني والله الذي لا اله الا هو ما في رجال في ذا الحفل الا ما له حق علي ودي نكرمه، ولكن انتم تعرفون ما يتقسم على ارض الهلال المطر، وبتسمحوا لي الشيخ محمد بن عوض بن غثوان شيخ قبائلال الشريف الحباب فليتفضل مشكور. هلا مرحبا ترحيبة القدر والصفطان، وهلا مرحبا ترحيبة الجزل والمثالة، وهلا مرحبا ترحيبة الشيخ بشيخ أمه كل بالجزة سف فرع أمه وخاله، ضيوف على مجلس حسن تلفت جميشان سلايا الشيخ عزة الضيق. الشيخ حويزي بن منير الدوسري. هلا مرحبا ترحيبة القدر والصفطان، وهلا مرحبا ترحيبة الجزل والمثالة، وهلا مرحبا ترحيبة الشيخ بشيخ أمه كل بالجزة سف فرع أمه وخاله، ضيوف على مجلس حسن تلفت جميشان سلايا الشيخ عزة الضيق صباله هذا المجلس اللي تدهله جمل تنظيفه. الشيخ ناصر ابن صالح لسلوم اليامي. هلا مرحبا ترحيبة القدر والصفطان، وهلا مرحبا ترحيبة الجزل والمثالة، وهلا مرحبا ترحيبة الشيخ بشيخ أمه كل بالجزة سف فرع أمه وخاله، ضيوف
عز حسن تلف تجميشان سلايا الشيخ العز الشيخ محمد بن مصلح بن دشن بن صويان الحبابي مرحبا ترحيبة القدر والصفطار وهلا مرحبا ترحيبة الجزر والثلا وهلا مرحبا ترحيبة الشيخ بشيخ بكل ابن جزة الظفر عمه وخلا ضيوف على مجلس حسن تلف تجميشان سلايا الشيخ عزة حضورنا الكريم لا يسعنا في ختام حفلنا هذا إلا أن ندعو الله لنا ولكم بالتوفيق الذي جمعنا في هذا الزواج المبارك ونكرر دعواتنا للعريس بالبركة وأن يرزقه الله الذرية الصالحة وها هو وقت الوداع حان وزمان البين آن وإلى لقاء قريب بإذن الله وعلى الأفراح نجتمع وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفرسان هذه الليلة شعراء شاعر عبد الله الغامدي تفضل مشكورا. الشاعر فواز العزيزي تفضل مشكورا. الشاعر علي بن قحصان. الشاعر معتق العياضي. الشاعر محمد العازمي. الشاعر سعيد بن زهرة. الشاعر عائض بن فهد الحبابي. وأهل الحفل يعتذرون من جميع الشعار الباقين. هلا مرحبا ترحيبة القدر والصفطار وهلا مرحبا ترحيبة الجزر والثلا وهلا مرحبا ترحيبة الشيخ بشيخ بكل ابن جزة الظفر عمه وخلا ضيوف على مجلس حسن تلف تجميشان سلايا الشيخ عزته.